أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة السعودية، نستهلها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يهنئ الوطن والأمتين الإسلامية والعربية بعيد الأضحى المبارك. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين ولي العهد يستقبل المهنين بعيد الأضحى المبارك. خلال المؤتمر الصحفي متحدث الداخلية يؤكد أن الحجاج أدوا طواف الإفاضة بكل يسر وطمأنينة. ومتحدث الصحة يؤكد أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة والتحدي الأكبر هو الإجهاد الحراري. أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الأمتين الإسلامية والعربية بعيد الأضحى المبارك، سائلا المولى سبحانه أن يتقبل من حجاج بيته نسكهم وطاعتهم، وأن يديم الأمن والاستقرار على الوطن وشعب المملكة وعلى الأمتين الإسلامية والعربية والعالم أجمع. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عددا من المهنين من كبار المسؤولين والمدعوين المشاركين في حج هذا العام. وهنأ ولي العهد جميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، مبينا أن ما تبذله المملكة من جهود عظيمة وأعمال كبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام له أثر بالغ في التيسير على الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم وإتمامها بكل يسر وسهولة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما من به على بلادنا المملكة العربية السعودية من نعم الأمن والأمان والبشائر ورعاية بيته ومسجد رسوله وخدمة ضيوفه في مكة والمدينة والمشاعر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظك الله ورعاك، أصحاب السمو والسماحة والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أهلا ومرحبا بكم في حفل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيده علينا ونحن في عز واستقرار. خير البدايات آيات بينات من القرآن الكريم يتلوها الشيخ هشام بن حسن البنيان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. سيدي الحضور الكريم، كلمة الضباط المشاركين في أعمال الحج يلقيها معالي الفريق محمد بن عبد الله البسامي مدير الأمن العام. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل معاني الوفاء وصدق الولاء، يسرني أن أرفع للمقام الكريم وسموكم الكريم حفظكم الله أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي المشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج أجل وأسمى آيات التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عاده الله على المقام الكريم وسموكم الكريم بموفور الصحة وتمام العافية، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار. سيدي، إن بلادنا أعزها الله وهبها الله مكانة جليلة ومنزلة عظيمة، حيث جمع لها شرف الزمان وقدسية المكان، فحملت أمانة رعاية بيت الله وخدمة قاصديه من الحجاج والمعتمرين، وبذلت كل الجهد في خدمتهم ورعايتهم وتأمين سلامتهم ليؤدوا نسكهم في طمأنينة وسلام. وبفضل القيادة الحكيمة وفرت الدولة كل مقومات النجاح، وسخرت جميع الطاقات البشرية والآلية، وما توصلت إليه التقنية الحديثة من برامج الذكاء الاصطناعي ليسهم ذلك في تيسير أعمال الحج وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. واختصرت الكثير من الجهد والوقت وساعدت في جودة الخدمات. سيدي، لقد كان لدقة تنفيذ الخطط الأمنية التي بنيت وفقاً لمعايير وأسس الجودة في التخطيط والتنظيم أثرها في نجاح حج هذا العام حتى هذه اللحظة، وإن أبناءكم المشاركين في تنفيذها ليشعرون بالفخر والاعتزاز بأداء هذه المهمة، مستشعرين عظم المسؤولية، مدركين توجيهات القيادة الحكيمة وحرصها على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، ومنفذين للخطط الأمنية التي يشرف عليها بشكل مباشر صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحد العليا، كما أن متابعة صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة وسموي نائبيهما، أسهمت في تجاوز كل التحديات ورفع جودة مخرجات الخطط الأمنية والتنظيمية التي تهدف إلى كبح أي محاولة للإخلال بأمن الحج وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة أثناء تأدية النسك. ختاماً سيدي، نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين حاملين معهم أجمل الذكريات، ونسأله سبحانه أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن يا سيدي قصيدة شعرية يلقيها الشاعر العقيد مشعل بن محماس الحارثي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يالله يا فالج من الليل الأصباح، يا مدبر خلقك على ما تريده، تقسم لنا من جود مداتك أرباح، والحج تقبل من وقف في صعيده، يرجيك في دولة هل العز مرتاح، حل الحرام وشاهد اليوم عيده، واحفظ ملكنا وانصره وين ما راح، بارك لنا يالله بعمره وزيده، 90 عاما عاشها بذل وكفاح، ما فيه مجد للوطن ما يشيده، ابو فهد سلمان تزهاه الامداح، ان كان للفرسان باق شريده، هو الله اللي يحتم الصاح لا صاح، ويرد له بحبال عزم جويده، من فوق سرجلي تمذرح تمذرح يوم اشهب البارود نار وقيده، ما يار دلما من على العد ضحضاح، العيلم الهداج ينزح عقيده، على دروب العز مسرى ومسراح لين صار الحكم لله بيده، ويوم انبثق في داجي الليل مصباح، كل عدل ركضه على المجد سيده، ومن خت عن نهج العلا راح مرواح طير تقفاها الهبوب الشديدة، ما عاد في الدعوة مصافيط ومزاح، العدل الماضي والحكومة رشيدة، عهد الملك سلمان تمكين وصلاح، المملكة لبست ثياب جديدة، واغلى هدايا سيدي رمز وسلاح، وسلاحنا والرمز حضرة عضيدة، يا مرحبا به عد ما بارق الله، في محفل ما كل رجل يسيده الا الذي عنده للامجاد مفتاح، والعز كله والشرف في رصيده، دليل في غبه اليم سباح، عوص الامور الكايده ما تكيده، حرز قوي عزوم صاطي ولماح، فرز الوغى سيف الملك والعقيده، محمد اسمه تاج للشعر ووشاح وسامن الصدري وصدر القصيده، اطويق نجد إن كان ينزاح ينزاح، لو حاولوا ما حركوا فيه حيدة، في رؤيته نصر وتباشير وافراح، راهن عليها والنتيجة وكيدة، خلت حمام الورق والدوح طياح، ينزف الحون الضيم حدر الجريدة، وطير السعد لأغلى بلد رف بجناح، يطرب مسامع مملكتنا نشيدة، رؤية بطل تسمو من إنجاز لنجاح، تبقى على مر السنين المديدة، بعد نظمها كلها نظم مسباح، واضفى عليها من قيمنا التليدة، وبالحق والإخلاص والرفعة شاح عن وجهها، يوم استدارت بجيدة يم الجبين اللي كم النور والضاح، تفاخري بين الأمم يا مجيدة، يا دارنا نفتي ترابك بالأرواح، وش عادله ويامر على الشعب سيدة، عشناك يوم الجوع لرجاك مجتاح، قبل تعيشين الحياة الرغيدة، للي سواك نقدم الجهد لا تاح فرصة، وإذا ما تاح فرصة سعيدة، ما همنا من ينطح الصوت بصياح، يشهد لنا الله والمواقف شهيدة، لصارت الهدة على كل ملواح، الله يعين اللي نزف من وريده، جرح عميق صدق يحتاج جراح، كثرة تطبب والدواء ما يفيده، من كان ما هو للصعيبات نطاح، لا يشتقي بالحل ساعي بريده، بعض القضايا ما تبي شرح ويضاح، والهرج فيها ناقص مستزيده، وفن التغاضي فن احيان ذباح، خلى البعيد يروح لبعد بعيده، حنا هل العوجة على اسنان ورماح، مرويه حدب السيوف الحديده، في الغابه اللي كلها وحوش واشباح، لنا الاسد والنمر والذيب صيده،
ما نركب الغارات والشوف منباح ولا نطحن اللحب بروس عنيدة إيديننا ما هب بقصار وشحاح تعطي ولا تعطي العطايا الزهيدة دون الوطن يا ما من الدم قد ساح منا وإلى هالحين ما جف بيده صبوا صبوا من اللي بنها تو ما فاح ما عاد باقي غير جملة وحيدة تطيح روس ويرق العز ما طاح شامخ يسلمها الحفيد الحفيدة أمرك سيد. والآن تتفضلون يا سيدي بإلقاء كلمتكم للعاملين المشاركين في الحج من مدنيين وعسكريين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الإخوة قادة القطاعات العسكرية والأمنية ومنسوبيها، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله أن نهنئكم وجميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، وأن نسأل الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيد علينا جميعا بالخير والأمن والازدهار، إنما تبذلون من جهود عظيمة وأعمال كبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام لها أثر بالغ في تسيير الحجاج وتمكينه من أداء مناسكهم وإتمامها بكل يسر وسهولة. وستواصل الدولة بجميع قطاعاتها المعنية بإذن الله تعالى تقديم كل ما من شأنه يخدم قاصدي الحرمين الشريفين ويعينهم على تأدية عباداتهم بأمن وطمأنينة. ونسأل المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع وأن يديم علينا نعمته، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن يا سيدي يتشرف المهنئون من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب السماحة والفضيلة العلماء وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج بالمملكة بالسلام على سموكم الكريم. Thank you.
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك. وأشاد ملك البحرين بما شهده موسم الحج هذا العام من تنظيم متميز أسهم في تأدية المناسك بكل يسر وسهولة وأمان وطمأنينة. وقد أعرب ولي العهد عن شكره لجلالته على مشاعره النبيلة سائلا الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن الجميع صالح الأعمال. كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وجرى خلال الاتصال تبادل التهنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك مشيدا فخامته بالتنظيم المميز لموسم حج هذا العام وما حظي به الحجاج من خدمات أسهمت في تأدية المناسك بكل يسر وطمأنينة. كما تم خلال الاتصال بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات. أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة 18 مخالفا لأنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح، وذلك لنقلهم 95 مخالفا، وتم إصدار 17 قرارا إداريا بحقهم. وتتضمن هذه العقوبة السجن لمدة 15 يوما لكل ناقل وغرامة مالية قدرها 10,000 ريال. هذا ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لأداء الفريضة براحة وطمأنينة. قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن شلهوب أن الحجاج أدوا طواف الإفاضة اليوم بكل يسر وطمأنينة. نحمد الله على توفيقه باكتمال عمليات نقل الحجاج في رحلة المشاعر المقدسة بنجاح، حيث عاد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى صباح اليوم وأدوا طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة بأمان وطمأنينة. تواصل قوات الأمن تنفيذ مهامها للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال إقامتهم في منى وأداء نسكهم بالمسجد الحرام ومنشأة الجمرات، ويشمل ذلك إدارة وتنظيم حركة المشاة والحشود وذلك في جميع الطرق التي تربط مواقع المخيمات الحجاج بمنى مع منشآت الجمرات والمسجد الحرام. بدوره أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة والتحدي الأكبر هو الإجهاد الحراري. حالة الصحة العامة والتحكم بالأوبئة ولله الحمد تعتبر مطمئنة لكافة الحجاج هذا العام، إلا أن التحدي الكبير هو الإجهاد الحراري. والإجهاد الحراري كما ذكر وشدد معالي الوزير في يوم عرفة بأنه تحدي، والأهم هو الوقاية منه بالذات من التعرض للإجهاد الشديد والتعرض لأشعة الشمس. فنؤكد ونجدد التأكيد، الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية. هذا وكشف وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور عايض الغوينم أن أكثر من 850,000 حاج أدوا طواف الإفاضة حتى الآن. وصول ما يقارب 800,000 حاج إلى مشعر منى قبل فجر اليوم، واستمر توافد الحجيج حتى الساعة 8:30 صباحا، كما تم تسهيل وصولهم إلى منشأة الجمرات حيث استخدم 70% من الحجاج الطابقين الأول والرابع، فيما توزع بقية الحجاج بين الطابق الأرضي والثاني والثالث. أيضا أدى ما يقارب 850,000 حاج
طواف الإفاضة حتى الآن، وذلك منذ منتصف الليل باستخدام حافلات الرحلات الترددية من وإلى المسجد الحرام عبر 11 محطة في حما مشعر ميناء، وتتواصل الرحلات على مدى 35 ساعة لنقل ما يقارب 1,350,000 حاج يرغب في أداء طواف الإفاضة. هذا ويواصل الحجاج توافدهم إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة وسط منظومة من الخدمات والتنظيمات المكثفة لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم. هلا بالضيوف الرحمن، طابت ضواحينا وزان البلد، من كنزة نردد يا هلا فيكم أنورت مكة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أهلا بكم. توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس غائمة جزئيا على مكة المكرمة ومشعر منى، وأشار المركز إلى أن درجة الحرارة حاليا في مكة المكرمة ومنى تبلغ 44 درجة مئوية، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 30 تصل إلى أكثر من 50 كيلومترا بالساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة. مشاهدينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير لأبرز ما جاء في نشرتنا. خادم الحرمين الشريفين يهنئ الوطن والأمتين الإسلامية والعربية بعيد الأضحى المبارك. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين ولي العهد يستقبل المهنين بعيد الأضحى المبارك. خلال المؤتمر الصحفي متحدث الداخلية يؤكد أن الحجاج أدوا طواف الإفاضة بكل يسر وطمأنينة. ومتحدث الصحة يؤكد أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة والتحدي الأكبر هو الإجهاد الحراري. في الختام مشاهدينا الكرام، منظومة متكاملة من كافة الجهات في المملكة تعمل ليل نهار لراحة وأمن وسلامة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام. إلى اللقاء، وكل عام وأنتم بخير.